أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعونا فيها. 15 شهيدا فلسطينيا في مسيرة العودة الكبرى ومغردون، انتهت صفقة القرن. غضب وسخرية مصرية متواصلة من المشهد الانتخابي في مصر، وتوادروس يقول إن يد الله هي التي اختارت السيسي. عليا فين؟ تساؤلات عبر منصات التواصل عن مصير أصغر مختفية قسريا في تاريخ مصر. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دائما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر. بإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها أيضا، فشاركونا. البداية من مسيرة العودة الكبرى والتي ينتهي يومها الأول في قطاع غزة باستشهاد 15 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال وإصابة نحو 1500 آخرين بجروح متفاوتة وخطيرة. المسيرة بدأت اليوم الجمعة، حيث توافد الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات الصباح إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة لإحياء الذكرى 42 ليوم الأرض. كما شارك قياديون فلسطينيون بارزون في مسيرة العودة وكسر الحصار في مختلف مناطق القطاع. قوات الاحتلال من جانبها قررت مواجهة هذه المسيرة بعنف، حيث قتلت 15 فلسطينيا رغم علم قوات الاحتلال بسلمية المسيرة التي تم الإعلان عن استمرارها لمدة ستصل إلى 6 أسابيع تنتهي بحلول ذكرى النكبة. ردود الأفعال المحلية والعربية والعالمية جاءت ردا على العنف الذي مارسته قوات الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين. دعونا نستعرض أبرز هذه التعليقات والتطورات. الكويت طالبت مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة والمجلس استجاب للطلب. فلسطينيا أعلن الحداد في عموم فلسطين، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني يوم غد يوما للحداد لاستشهاد 15 فلسطينيا. في حين دعت الهيئة العليا لمسيرة العودة، دعت المتظاهرين إلى التراجع نحو المخيم. تنديد عربي واسع بما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنديد من وزارة الخارجية التركية بشدة لاستخدام إسرائيل القوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية. كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق من التقارير عن ارتفاع عدد الضحايا والجرحى في قطاع غزة. ألف من التعليقات والتغريدات العربية تضامنا مع مسيرة العودة الكبرى. هذه التغريدة للولوى راشد الخاطر، وهي المتحدثة الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، تقول في الوقت الذي يمارس فيه الفلسطينيون حقهم القانوني والإنساني في التظاهر في يوم الأرض الفلسطيني، أبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تمارس قانون البطش ضد الإنسانية، تاركة المئات ما بين قتيل وجريح. جريمة أخرى تؤكد من الذي يقف حجر عثرة أمام التعايش الحضاري وتحقيق السلام. القيادي بحركة حماس عزة الرشق قال شعبنا اليوم شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير، وكتب في تغريدة أخرى فليعلم العالم أجمع أن الشعب الفلسطيني هو الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاهله أو تجاوزه أو المرور على إرادته، وهو شعب يستحق الحرية والاستقلال على كامل ترابه الوطني، فهذا قدر الله ووعد السماء. الكاتب الفلسطيني جهاد حلس يقول كيف لهذه الشلالات البشرية والحشود الهائلة التي تقف الآن على مسافة صفر من أرضنا المحتلة دون خوف رغم آلة البطش الصهيونية، كيف لها أن تبيع أرضها أو أن تفرط في شبر واحد منها؟ العودة حق كالشمس، ولا بد لليل الظلم أن ينجلي. الدكتور صالح النعامي قال قصيرة العودة الكبرى كان أمام الفلسطينيين خيارين لا ثالث لهما، التسليم بالأمر الواقع والانتظار حتى تنفجر حرب تزهق فيها أرواح الآلاف، وإما تمرير صفقة القرن من باب معالجة الواقع الإنساني الصعب في غزة. مسيرة العودة يسمح لشعبنا
أو تسمح لشعبنا باستعادة زمام المبادرة وتمنع تجاوز ثوابت الوطن. الإعلامي المصري مصطفى بكري قال الفلسطينيون أسقطوا صفقة القرن. نذهب إلى الحقوقي جمال عيد الذي قال البوصلة لا تشير إلى القدس، يقول بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة، حطموها على قحف أصحابها، يقصد رؤوس أصحابها. الكاتب ياسر الزعتر يقول لا يفقه كثيرون أن الفلسطينيين خاضوا انتفاضة كبرى بدون سلاح، وأن الصراع مع هذا المحتل له أشكال عديدة. الوضع في غزة مختلف لعدم وجود جيش الاحتلال في داخله وعدم القدرة على المواجهة بالسلاح إلا في سياق رد العدوان. لو يعلم المزايدون حجم ارتباك الغزاة لصمتوا إذا لم ينصروا أو لم ينصروا بكلمة. في حين تداول مغردون صورة لرسمة رسمها الفنان محمد أبو عمرو على شاطئ غزة والتي قال فيها أنا راجع، وكتب حساب الناشط محمد سعيد نشوان ارتقاء الفنان محمد أبو عمرو شهيدا بالأمس، كتب هذه الكلمة على شاطئ البحر أنا راجع. نذهب إلى مصر حيث تتواصل ردود الفعل على منصات التواصل حول المشهد الانتخابي في ظل إعلان وسائل إعلام مصرية عن نتائج المؤشرات الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة المصرية والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أمام مرشح يكاد يتذكر المصريون اسمه وهو موسى مصطفى موسى، والذي فشل على ما يبدو بحسب المؤشرات الأولية فشل في تحقيق المركز الثاني أمام السيسي، حيث حلت الأصوات الباطلة في المرتبة الثانية، وهو ما اعتبره مغردون رسالة احتجاج من كثير من الناخبين على سياسات النظام الحالي. الآلاف من التغريدات عبر تويتر تعليقا على المشهد الانتخابي المصري بصفة عامة، منها حساب أستاذ العلوم السياسية دكتور حسن نفع والذي قال نتائج الانتخابات الرئاسية تؤكد أن النظام الحاكم يواجه أزمة شرعية، وأن فصائل المعارضة تواجه أزمة مصداقية، وأن استمرار السياسات الحالية من جانب الطرفين يعمق الأزمة ويدفع بمصر نحو مصير مجهول. انتقاد النظام لم يعد كافيا، ومسؤولية البحث عن حل يجنب مصر سيناريو الفوضى تقع على عاتق الجميع. حساب القديس الأخير يقول تعليقا على أعداد الناخبين التي تم تسريبها عبر وسائل الإعلام المصرية، يقول التسريبات عن أعداد المشاركين ونسب كل مرشح ما هي إلا بالونة اختبار لقص نبض الشارع، بعدها سيتم إعلان النتيجة بناء على ردود الأفعال على تلك النتائج المسربة. وطبقا لما أظهرناه من لا مبالاة بالنتيجة فإنني أبشركم بأرقام ستعلن قد تفوق أرقام انتخابات 2012 عادي بقى. دعاء تقول عاوز أقول لأي حد أخذ 50 جنيه وراح انتخب معلش والله أسفين، حاولنا نحفظ كرامتكم وتكونوا في غنى عن 50 جنيه ومحدش يخصبكم ولا حد يخدعكم بالكذب وتكون أصواتكم حقيقية وفي خدمة البلد فعلا، بس هم كانوا أقوى وأكثر فجرا مما تخيلنا أسفين. الناشط حازم عبد العظيم يقول نحن ندفع ثمن غفلتنا جميعا بتركنا للميدان يوم 11 فبراير 2011 وتصديقنا وترددنا للجيش والشعب يد واحدة، وألف تحية لحوالي 40 أو 50 نفر من الشعب المصري لا أعرفهم كان لديهم بصيرة نافذة ورفضوا أن يتركوا الميدان في ذلك الوقت للتاريخ، كتبها إذن. أضاف في تغريدة أخرى حملة شرسة من الصحافة العالمية ضد السيسي، الإخوان احتلوا العالم يا جماعة، أهل الشر بقى متحكمين في كل وسائل الإعلام يا مؤمن، السيسي هو بس أهل الخير والناس دي كلها وحشة، اوعى تصدق يا مواطن، خليك مع موسى وبكري ومجاهد وعائلة أديب ولميز. طبعا ساخرا من المشهد كله. الناشط شادي الغزالي حرب قال مع إنهاء إجراءات تمديد السيسي لسلطته، هكذا وصفها، تتصاعد بعض أصوات تنسب نفسها للثورة مطالبة التعامل بواقعية سياسية مع نظام السيسي وتسفيه من يراهن على ثورة شعبية، ده حقهم، أنا شخصيا سيظل رهاني على الشعب الذي لم يخذلنا في المقاطعة،
والقادر على قلب الموازين أو قادر على قلب هذه الموازين في أي لحظة. أحمد خوجا يقول في هذه التغريدة التي كتبها: في كل مرة بينجح فيها دكتاتور عسكري في انتخابات مزيفة بتسقط فيها مصر أكثر وأكثر، فلما يقول لك انزل انتخب عشان مصر لازم يكملها ب عشان تسقط أكثر ما هي سقطة. من جهة أخرى، أثار تصريح البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بقوله بأنه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس، أثار هذا التصريح غضب المدونين على مواقع التواصل مصريا. تودروس قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط في ساعة متأخرة من مساء أمس، يقول: يد الله هي التي تختار الرئيس، وأن الرئيس السيسي نشأ وتربى تربية مصرية سليمة منفتحة، وأنه يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة، وأن أقباط مصر أصبح لهم دور وتأثير خلال فترة حكمه. طبعا هذا التصريح أثار كثيرا من الجدل عبر تويتر، خاصة في أعقاب مقاطع تم تداولها لمسيرات نظمتها كنائس بالإسكندرية للدعوة للتصويت في هذه الانتخابات. غرد حساب محمد تعليقا على تصريح تودروس قائلا: بل إرادة الشعب اختارت رئيسا شرعيا، ويد الشيطان اختارت مجرما انقلابيا. موريس داوود يقول أن يصف هذا القول لتودروس بأنه قول غير موفق، لأن الكتاب المقدس يقول: أعطوا ما للقيصر لقيصر وما لله لله. الكنيسة لا يصح أن تتدخل في السياسة، كما نرجو ذلك من جميع المؤسسات الدينية. أبو بكر يقول: أيوة صح، وربنا برضو هو اللي اختارك يا أبوهم، فلا يجري في ملكوت الله إلا ما يريده الله. دي من المسلمات معروفة مش جديدة، بس هو ربنا قال اسعوا وحاولوا تغيروا للأحسن، بلاش تخدر الناس يا أبوهم، مش قد مقامك والله. نذهب الآن إلى فاصل قصير، فابقوا معنا. تمكنا في هذه الدورة من رصد كافة الأدوات التي تجعلنا نوحد الجهود والمناهج لخدمة مجتمعاتنا العربية. تعلمت كيف أتأكد من مصداقية الوثائق قبل الاعتماد عليها في صناعة الفيلم الوثائقي. التجوال بين ألوان الناس والتعرف إلى مشاعرهم العميقة هو من صلب عمل المراسل التلفزيوني الميداني. أهلا بكم من جديد. ما زلنا في مصر، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل بالكشف عن مصير الطفلة عليا. علي عبد الله مضر، والتي تبلغ من العمر 14 شهرا، وقد اختفت قسريا هي ووالدتها فاطمة ضياء الدين ووالد الطفلة أيضا عبد الله محمد مضر، فضلا عن عمر ضياء الدين خال الطفلة. وحدث هذا منذ 24 من مارس الحالي، حيث كانت الأسرة الصغيرة في ذلك اليوم متجهة على متن القطار لزيارة أقاربهم في أسيوط، لكنهم لم يصلوا أبدا ولم تصل للعائلة أي معلومات عن مكان تواجد هذه الأسرة. منظمة الكرامة الحقوقية من جهتها طالبت الفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للكشف عن مصير هذه الأسرة المختفية قسريا، حيث دهمت مجموعة من ضباط الأمن الوطني شقة عبد الله وفاطمة والدي الطفلة عالية، ما أثار خوف المنظمة وكذلك أفراد العائلة على سلامة المختفين، لأن أفراد الأمن الوطني بحسب وصف منظمة الكرامة يقومون عادة بتفتيش منازل الأفراد الذين في قبضتهم أو قبض عليهم، في حين تداول ناشطون هاشتاج عليا فين عبر منصات التواصل مصريا مطالبين بالكشف عن ملابسات اختفاء الطفلة عليا والتي تبلغ من العمر عاما وشهرين فقط مع بقية أفراد أسرتها. أما على فيسبوك كتبت مريم مضر شقيقة الأب عبد الله في عدد من المنشورات عبر حسابها على فيسبوك، تقول:
عالية، طفلة ما بتحبش حد يشيلها وبتكره الصوت العالي جدا، لسه ما تفطمتش حركتها كتير وما بتستحملش البامبرز مش نظيف، عالية طفلة 14 شهر بس، أمها ست بيت وأبوها مصور منتجات، خلها طالب في كلية الأداب، بطلوا يمارسوا الحياة السياسية والمعارضة من يوم ما تزوجوا، كل حياتهم قائمة على توفير جو مناسب لتربية طفلتهم وبس. وقالت في منشور آخر: بردا وسلاما يا رب، اليوم السابع يا عليا، أبسط حقوقك الشمس، أبسط حقوقك تشوفي الشمس عشان ما تتأثريش صحيا، 7 أيام ما شفتيش فيها الشمس وإحنا ما شفناش شمسك، يا رب الطف بيهم واحفظهم. أما الناشطة منى سيف قالت في هذه التدوينة: عائلة مضر فين؟ عليا فين؟ شيء مرعب إننا نبقى محتاجين نسأل عن عائلة كاملة، أب وأم وخال ومعاهم كمان طفلة عمرها سنة وشهرين. العديد من المقاطع سجلها النشطاء تضامنا مع أسرة الطفلة عليا، منها مقطع للناشطة تسنيم النخيلي والتي تساءلت عليا فين؟ فلنستمع إلى تساؤلاتها. لكن الغريب جدا والمرعب ان يكون طفلة عمرها سنة، يعني ممكن تكون لسه بتتكلمش حتى، وتخضع للإخفاء القسري لكل المدة دي. الحقيقة الأكثر رعبا يعني ان انا شفت بوست النهاردة، وان كنا مش محتاجين هذه النوعية من البوستات، لان احنا عارفين النظام المصري بيتعامل ازاي مع المعارضين وبيتعامل ازاي مع البني ادمين عموما، لكن البوست كان عن واحدة تعرضت ل تجربة اعتقال، وكانت لساعات، وكانت معاها طفلتها الرضيعة، وكانت بتحكي كواليس تعامل السلطات وقوات الأمن مع الطفلة ومعاها، إنها كانت متكلبشة من وراء ظهرها، في حين إن الطفلة كانت بعيدة عنها وكانت بتصرخ بهلع شديد جدا طول الساعات بتاعة التحقيق مع والدتها. ولما طلبت والدتها من الضابط إنها بس تحضنها عشان تطمنها أو علشان تهدئ من صراخها الشديد، يعني مرضيش غير إنه هو بدل ما يكون مكلبشها من وراء ديها يخلي الكلبش من قدام، وقال لها هو ده اللي عندنا ولو مش عاجبك خليها تتفلق. يعني ده باختصار شديد طريقة تعامل السلطات والقوات المصرية مع البني أدمين حتى لو مع أطفال. فالطريقة دي نذهب الآن إلى عشرات التغريدات التي تضامنت مع وسم عليا فين. دعونا نتابع أبرز هذه التغريدات في الصور التالية. للمزيد عن حملة عائلة مضرفين تنضم إلينا عبر الهاتف إحدى قريبات الطفلة عليا. أرحب بك في البداية وأسألك عن آخر الأخبار عن عليا وأبويها. أهلا بحضرتك، ما فيش أي جديد. اللي عرفناه من يوم الأحد أو اللي فهمناه من يوم الأحد نفس اللي فهمين لحد دلوقتي، ما فيش أي حاجة طمنتنا خالص، بالعكس قلقنا بيزيد كل يوم. ما فيش حد اهتم حتى من أجهزة الدولة سواء الرسمية أو الحقوقية، ما فيش أي رد من أي حد. طيب ما ملابسات الحادث بالأساس؟ ما الذي حدث؟ متى كان آخر اتصال مع والدي عليا؟ كان آخر اتصال مع والدتها الساعة 6 بالظبط، 6 المغرب. كانت وصلت محطة القطر وكانت مستنية القطر يوصل عشان تركبه هي وأخوها.
ويا الله يسيبهم على المحطة يعني عشان يرجع بيته. إذا كان ده كان بالأساس آخر اتصال وآخر محتوى للمكالمة يعني. كانت بتقول لنا يعني إن هي مستنية القطر بس مش أكتر. طيب، على جانب آخر، يعني ربما يكون هناك تساؤل عن ما الذي أكد أنها أن عليا وأبويها في حالة، وخال عليا أيضا في حالة إخفاء قسري، لماذا لا تكون يعني هناك ملابسات أخرى، حادث ما تعرضوا له، أو هناك أسباب أخرى لاختفائهم ليست بالضرورة إخفاء قسري أمني؟ لماذا رجحتم أنه إخفاء أمني قسري؟ يعني في البداية إن هما تليفوناتهم كانت شغالة، يعني تليفوناتهم كانت شغالة، اتصلنا على عبد الله الساعة 8 تليفونه رن، بعد كده تم إغلاقه على طول بعد أول رنة. فاطمة تليفونها في نفس الوقت برضه اتصلنا بيها الساعة 8 عشان قلقنا، تليفونها رن وقدر بقى يرن لحد الساعة 12، بتقفل في وشنا السكة لحد الساعة 12، وبعد كده تليفونها اتقفل. طيب، تاني يوم تليفونها اتفتح تاني، وبعد كده يعني ما رنناش عليه طبعا، لان كان في يعني توقع كبير ان هي عند قوات الامن يعني، فرننا عليه وبرده محدش رد. انا يعني كنت ساكنه في القاهره، فقدرت اروح الشقه يوم السبت الساعه 11. كانت الشقة فاطمة سايباها متوضبة، ويعني عشان هي كانت مسافرة فكانت سايباها متوضبة ومتستفة وكل حاجة. ورحت الشقة تاني يوم، يوم الأحد الساعة الظهر عموما، فلقيتها، لقيت القفل واقع والباب مفتوح وكل حاجة منكوشة يعني، ما فيش حاجة في مكانها، الراب مفتحة وكل حاجة طالعة منها، الورق واقع على الأرض، الكنب متشال من مكانه ومتشال كل حاجة جواه، حاجة فاطمة الشخصية بتاعة المطبخ كلها طالعة من مكانها، حاجة عالية نفسها طالعة يعني كانت من أسلوب الدولاب. تفتيش وليس أسلوب سرقة. أيوة يا فندم، انا كان في فلوس لقيتها طالعه على الترابيزه عادي، يعني فلوسهم الشخصيه فلوس قليله يعني، لقيتها مرميه على الترابيزه عادي. حاجه عاليه الاثار انتباهي، ان حاجه عاليه كلها اتاخدت، مفيش حاجه عاليه كانت موجوده في البيت خالص، كوبايه بامبرز اي حاجه مفيش يعني، كلها اتاخدت اتنبشت، يعني زي ما يكون حد جه لم حاجه عاليه كلها. طيب، والباقي مرمي، ما فيش اي حاجه ليها لازمه. توقعت ان حد منهم جيب صحبه يعني، حد من العائله يعني، حد من الاسره المفقوده، عشان يعني هيخليهم يطولوا عندهم يعني، يعني الى جانب للحصول على ان بعض الجيران ملزمات اشاروا عليا. لينا بده. طيب، بالنسبة لي الحملة الآن على الإنترنت للطفل عليا، هناك يعني نداء على مواقع التواصل الاجتماعي، عليا فين؟ هذه الحملة، متى بدأت هذه الحملة وما أثر الحملة حتى الآن؟ احنا بدأناها من تاني يوم، بس تزامنت مع الانتخابات الرئاسية في مصر، فالدنيا يعني عامة الترندات ما يعني مش عارفين نجاريها يعني. فبدأنا من أول، من تاني يوم على طول بنتساءل عن مكان عالية أو مكان وجودها، لحد أمس يعني شغالين فيها يعني، الناس طيب، بتحاول تسأل فين عليها، وكل ما الوقت بيزيد الناس بتكتب عن الموضوع يعني. بالنسبة للمنظمات الحقوقية، طبعا هناك فقر في المنظمات الحقوقية الآن في مصر بسبب إغلاق العديد من المنظمات الحقوقية. ما هي المنظمات التي تواصلت معكم؟ وبالنسبة للمنظمات الرسمية الموجودة داخل الأراضي المصرية، حتى ولو تعمل تحت سلطة أو متابعة النظام الحالي، هل تواصلتم معها حتى تسهل عملية العثور أو الوصول إلى مصير هذه الأسرة الصغيرة؟ عامة أي حاجة رسمية ما فيش حد بيفيدنا يعني، حتى لما رحنا الاسم لا دول كانوا في الجيزة،
لما رحنا في اكتوبر، لا دول كانوا في الجيزة شوفوهم في الجيزة، لما رحنا الجيزة لا دول في اكتوبر يبقى شوفوهم في اكتوبر. يعني ما حتى النيابات لسه يعني مش عارفين نعرف نعمل حاجة غير بلاغ في النائب العام. المنظمات الرسمية اللي هنا ما فيش حد تواصل معانا، نعم يعني الأمر شبه يعني طيب محدش سمعنا تماما نعم في أخيرا المنظمات النداء المصرية. الذي تواجهوه للوصول إلى هذه العائلة سريعا. يعني احنا عايزين نعرف مكانهم، في تهم موجهة ليهم يتم توجيهها ليهم مفيش مشكلة، بس نعرف مكانهم ونطمن ان هم بخير ونقدر نشوف عليا. بس هذا نشوف عليا 7 ايام اكيد الحاجات اللي مع فاطمة خلصت، اكيد الحاجات الاساسيات اللي فاطمة بتحتاجها لعليا خلصت، سواء شكرا فاطمة نفسها، نعم فاطمة نفسها ما اظن يعني خلاص ما بقاش عندها قوة ولا طاقة ان هي تخلي بالها من بنتها 24 ساعة في أماكن الاحتجاز في مصر. يعني نعم بالتأكيد نتمنى عايزين نطمن لهم عليهم بس إن شاء الله. السلامة وأن تتعرفوا سريعا على مكانهم وتطمئنوا عليهم. شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا تكون حلقة الليلة قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقعا يتغير أو ربما وعي يزداد بهاشتاج. دمتم في أمان الله.